السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنخلة سيوي عمرها 6 سنين. سأل أحد أصدقاء الصفحة بيقول النخلة السيوي بتشيل كم كيلو؟ النخلة السيوي في العمر البالغ الكبيرة ممكن لو مخدومة واخدة حقها في المية وفي التسميد بتجيب أكثر من 20 جريدة في السنة. أكثر من 20 جريدة في السنة. طب يعني إيه جريدة؟ كل جريدة بتشيل صباط. الجريدة من ديت أبطها بيكون فيها صباط. العشرين جريدة لو شالهم بنخفهم قولها يتفضل 15 صباط. طيب يعني ايه 15 صباطة؟ إيه اللي انا عاوز اعرف برضو حمولة النخلة كام؟ دي صباطة نخلة دي وديت نخل عمره ما كمل 6 سنين مزروع في مارس او ابريل 2016. الصبايط دي احنا واخدين منها اكتر من نصها كده طولا وعرضا وواخدين العروسة من القلب، يعني القلب ده احنا شايلينه دورين ثلاثة خفينهم وقصين منها. طيب باقي عليها كام بلحة مثلا تقديرا؟ ودي نخلة صغيرة واخدة كده واخدة اكتر من حمولتها، الحمولة كده زايدة عليها عشان كده البلحة مش كبيرة قوي بس اكبر من اللي عند الناس برضو. طيب لو جينا ناخد شمروخ، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 حباية في الشمروخ. طب انا بعد الشمروخ ليه؟ طب لو جينا نعد الشماريخ دي كلها دولت النخلة بتشيلها حركة 55 60 شمروخ. الصباطة من ديت دول حركة 40 شمروخ بعد الخف. 40 شمروخ في 18 حباية، ال 4 في 10 ب 40 4 في 2 يعني 720 حباية. يعني 700 حباية. من المعروف ان اللي بيستوي هو اصغر بلح مش اكبر بلح. 700 حباية يعني الصباطة ديت اللي هي صباطة النخلة الصغيرة عليها 8 9 كيلو. طب لو نخلة كبيرة تشيلها حركة 15 كيلو 10 كيلو. فلو نخلة كبيرة عليها 15 صباطة تشيل 150 مرتاح و200 كيلو. طب لو نخلة صغيرة زي ديت دول 8 صبايط، هنا 4 والناحية التانية 4، 4 في 8 كيلو ولا في 9 كيلو، ولا 4 في 9 ب 72 ولا 4 ولا قصدي 8 صبايط في 9 كيلو 8 في 9 ب 72، او لو 8 كيلو 8 في 8 ب 64. طب ازاي نعرف ان كلامي ده مظبوط؟ احنا قلنا الشمروخ عليه حركة 18 15 حباية ايا كان، والعدد الشماريخ 40. هناخد حباية خضرة، يعني هناخد حباية زي مثلا تكون كبيرة الى حد ما زي دي كده مثلا شيشنة خضرة، نشوف وزنها كام. خش كده حبيبي، دي وزنها 20. لما بتتطمر بتخسر من وزنها ال 5 جرام اللي هو الربع 25%، يبقى هتصفي 15 جرام. يعني كده لما وزنت الصباطة 8 كيلو قدرتها تقدير اقل من اللي ايه من المتحتت. تعال نشوف اللي انا ايدي دلوقتي دولت. تعالى كده يا ابراهيم، دول شويه حشف ومستوي كده نقيناهم من النخله ديت. يعني لما ناخد دي مثلا واحده منهم او ديت نوزنها ماشي، وناخد حاجه شيشنا كده اصغر فاكبر 3 مثلا وديت 4. تعالى كده ارجع ورا حبيبي، دولت هنوزنهم ونشوف وزنهم ونقدر. دول طبعا المعروف، ارجع كده عشان نتكلم كلمه الاول، معروف ان اللي بيستوي دايما دلوقتي احنا في اول 8 اصغر بلحه في الصباطه، اصغر بلحه في الصباطه دي مش شيشنا. الشيشنا بعد شهر اللي هي البلحه المتوسطه الكبيره اللي هي اللي وزناها دي. تعالى كده يا ابراهيم بقى نخش نوزن الاربعه دول كده. الاربعه دولت عاملين 50 جرام، يعني الحبايه من دي 12 جرام. طيب لما نرجع نقول بقى ال 720 حبايه اللي انا حطهم في الصباطه، 720 حبايه في 12 جرام اللي هو على اقل وزن حبايه، 7 في 10 ب 7 و 2 في 7 ب 14، يعني زي ما بتكلم 9 كيلو ولا حاجه للصباطه في نخله اقل من 6 سنين فيها 8 صباط 8 9 ب 72 كيلو، قول 50 كيلو. يبقى انت مستكتر على النخله الكبيره البالغه اللي ما فيش فيها فسايل ولا رواكيب زي دي كده، اللي معاها مترين خشب طول كده تشيل، اللي هي عمرها 8 9 سنين او 10 سنين او 11 سنه تشيل 150 كيلو، لا ده وزن عادي خالص خالص خالص. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.